الخروج غير المتوقع، اختصره البكاء الصامت، بل إن الإقصاء كان ناطقا ولسانه دموع على منتخب كان على مسافة قريبة من الفرح. الوداع حل وانتفه كل شيء. منتخب دخل البطولة في توب المرشح الأول للفوز باللقب، لكن ضربت كل التكهنات عرض الحائط، فأجهض الحلم الإفريقي الذي لم يكتب له التحقق. منتخب البنين وقف حجر عثرة في طريق الأسود، وهامش الخطأ لم ينظر إليه ولا إلى نسبه، فحتى أشد المتشائمين لم يكن ليتوقع هذا الإقصاء المتحدث.